أهلا وسهلا عزيزي المتابع والمشاهد. اليوم ضيفنا الدكتور أسعد، نورنا في هذه الحلقة. صراحة لي شرف إني أسمع صوتك وأقابلك أول مرة، فحابين إن شاء الله حياكم الله حبيبي، بالعكس والله الشرف لي. أنا ما عليك دول حبيبي، نتطرق بإذن الله إلى بداياتك في المجال هذا أول شيء، وخصوصا الفيديو اللي تكلمت فيه تحويل 37 ألف إلى 200 الى 700 ألف. هذا الفيديو كمان نبغى نرجع له، هنشوف اي واحد يقدر يسويها ولا لا، يعني ولا هي كانت مره واحده وجات، فهمت علي؟ فاول شيء ابغاك تعرفني عن نفسك الدكتور اسعد. طيب، أنا اسمي أسعد رزق، طبيب مخ وأعصاب، ما شاء الله. عايش وأعمل في المدينة المنورة. كنت خارج السعودية تقريبا لمدة 10 سنوات أو 11 سنة. رجعت السعودية العام الماضي في شهر سبتمبر، يعني تقريبا كملت سنة وشهر حاليا في السعودية. ما شاء الله، يعني لك سنة قبل وشهر في كذا السعودية الآن. نعم عفوا قبل كذا ايوه، انا تخرجت من الثانويه العامه في السعوديه وطلعت خارج المملكه، درست واشتغلت خارج المملكه، ورجعت لما صار عمري 31 سنه تقريبا، ما شاء الله، الفترة دي فكانت فتره كلها جدا قضيتها طويله برا. خارج المملكه. ايه ما شاء اي الله. نعم، كانت خارج يعني المملكه. بدايتك يعني في ف الاستثمار ما كانت وانت في السعودية، كانت وانت برا يعني. لا اي كانت وانا خارج المملكه، كل انواع الاستثمار حتى البزنس، لانه كان ايضا عندي بزنس خاص فيه، أنشطة مختلفة عن العملات الرقمية، كلها كانت خارج المملكة. بديت فيها خارج المملكة. أي نعم، خارج وهل نجحت المملكة. فيها ولا كانت تجارب للبزنس يعني؟ تجارب البزنس كانت جدا فاشلة صراحة. هي كلها فشلت الواحد من فيها. البداية يعني ما ينجح، او أي يقول صراحة. كذا كذا مشروع ممكن، بعض الناس مثلي حتى صحيح. انا مو اول مشروع انجح فيه يعني. فالاستثمار صحيح. هو اخر مشروع كان نجحت فيه؟ لا، هو الاستثمار اصلا كان ماشي مع باقي المشاريع حقت البيزنس اللي ماشيه من زمان يعني، بس هذيك الفتره ما كان فيه، يعني بدايتي كانت في البيتكوين والعملات الرقميه تقريبا في عام 2013. كان عندي واحد من اخواني هو مهندس، كان عايش معايا هناك خارج المملكه، ما شاء الله. فجاني في يوم من الايام وقال لي قال لي اسعد، ترى في حاجه اسمها، وصراحه عشان ما اكذب عليك يعني، انا وهو عندنا عائقه او ماليه، فاحنا الاثنين كنا مبتعثين وصارت في اشكاليه عندنا هذيك السنه، فوقف عندنا رواتب حقت الابتعاث، ف وكنا نستحي نقول للوالد ارسل لي او اقول للوالده ارسلي لي، فما صادق. كانوا يقصروا، بس احنا حتى لو خلص الفلوس ما كنا نكلمهم، فمرينا بعائقه ماليه، فكنا ندور اي مخرج في هذيك الفتره نقدر نخرج منه مهما كان. فجاني اخوي محمد في 2013 تقريبا، في نص 2013 تقريبا في شهر 5، جاني وقال لي ترى في حاجه اسمها بيتكوين، وممكن احنا نسوي فلوس عن طريق البيتكوين ومش عارف ايش. فكان اول رياكشن لي صراحه قلت له يا عمي روح بلا نصب، يعني فما هو اللي اقتنعت صراحه موجهك اول شيء. للمجال، لأخوك ف يعني. اي نعم، هو اللي قال لي انه في حاجه اسمها بيتكوين، فانا ما اقتنعت بالفكره صراحه، قلت له هذه يعني توتال سكام، وما ما انا ماني فاهم انه كيف ممكن هذا يعني الشيء شيء جديد يستمر. عليك يعني. ايوه تماما، ولا كان في احد يعني يتكلم عن هذا الموضوع بتاتا، فقلت له ما عجبني، ما ناسبني الموضوع صراحه، فقال لي خلاص انا بجرب وبشوف كيف الوضع يصير واعطيك خبر. قلت له طيب، والله فعلا وراح جرب. كان اياميها في مواقع الكلاود مايننج، كان اللي هو التعدين السحابي. اصحابي هي ايه، فدفع لهم فلوس وهذا وللاسف نصبوا عليه، الموقع كان فجاني نصب ولا وقال لي هو اتنصب عليه من الموقع يعني؟ الموقع كله، اي الموقع كله كان سكام. اي انه ف فكرة كلاود مايننج هذه ماشية. اي كانت موجوده، وكانت في بعض المواقع اكتشفنا لاحقا انها كويسه، وفي بعض المواقع سكام. لكن بدايتكم كانت ف المواقع النصب. ايوه على طول، فمسكين يعني هو كان مجمع فلوس وكلها راحت في موقع الكلاود مايننج هذا، فجاني، فهذا يعني عزز فكرة انه الموضوع كله نصب يعني في عندي. فبعدين قعدنا انا وهو بعدها بفترة، وقعدنا نرجع وشفنا انه في حاجة اسمها مايننج وهاردوير، انه ما مو لازم نسوي كلاود مايننج، احنا ممكن نسوي هاردوير مايننج
بالجرافيك كاردز وبالاجهزه ومش عارف ايش والاجهزه الحقيقيه. فاقتنعنا انا وهو ايوه بالضبط، فاقتنعنا انا وهو بهذا الموضوع. يعني حتى باللابتوب كانت اياميا كان التعدين لا باس فيه، يعني اذا كان اللابتوب قوي المعالج حقه والجرافيك كاردز ما لا باس فيه. فبدانا في التعدين ومشيت امورنا. يعني احنا ما كنا في هذيك اللحظه نعرف ان البيتكوين ينباع ولا ينشر ولا شيء. بدأت من ناحيه التعدين تعدين بيتكوين. ايوه التعدين كان اول شيء لنا تعدين، ولا اشترينا بيتكوين ولا شيء اصلا، ما كنا نعرف انه بيتكوين ينباع وينشر. احنا بدنا يعني ما تعرف انه مثل العملات يعني ما عرفتوا انه مثل العملات انه في الفوركس لا تعدين على ولا حاجه. احنا كنا نعرف انه احنا ممكن نعدل ايوه نعدل البيتكوين هذا، وفي يوم من الايام هذا البيتكوين ممكن يسوي شيء. ما كنا نعرف انه ممكن ينباع في هذيك الفتره. بعد ما صرنا نعدل وصار في عملات رقميه عندنا احنا بنصرفها، ما احنا عارفين كيف نصرفها، والوضع طول صار كم شهر احنا نعدل. التعدين كان على البيتكوين بس، العملات اللي عندنا اكل على البيتكوين بس. بيتكوين ما عدلته بس التعدين. لا 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 بس الهاش حق البيتكوين، ما كان في اي حاجه ثانيه. ايوه بعتوه قريبتي بعدها. بعدها بفترة وصلنا لمرحلة أوكي إحنا لازم نبيع هذه العملات اللي إحنا عدلناها عشان نقدر نستفيد ونخرج من الوضع المالي اللي عندنا. وفعلا قدرنا نتصرف ببعض من العملات هذه وخلينا جزء معنا. ومن هناك بدأت الطريقة، يعني لما شفنا إنه في مكان تقدر تبيع فيه، فبالتالي إذا أنت في مكان تقدر تبيع فيه أكيد في مكان تقدر تشتري منه. فهنا بدأنا حبة أيوه بدأنا حبة إيش نعرف إن الموضوع صار في بيع وفي شراء وفي تداول وفي تعدين، مش بس تعدين. طب التعدين حلل لكم المشكلة المالية اللي كنتم تمروا فيها؟ نوعا ما أيوه الحمد لله. الحمد لله كانت بداية موفقة. نوعا ما الحمد لله تحلت المشكلة المالية. بعد ما عرفت إنه كانت أيوه كانت بداية ممتازة. الحمد لله. بعد ما عرفت إن البيتكوين ينباع في منصات وده، بديت في التحليل ولا بديت في الشراء والبيع؟ لا بدينا نشتري، ما كان في اي نوع من التحليل. وكان الموضوع يعني كنا زي ما تقول ما ادري كيف تقولها باللهجه العاميه، يعني كنا درويش شويه فاهم كيف؟ يعني نشتري وما عندنا اي فكره. احنا نشتري وكل الهدف انه احنا بعد ما قرينا الوايت بيبر وفهمنا ايش المقصد من الموضوع كامل وايش فكره البير تو بير بيمنت سيستم والموضوع هذا كامل، عرفنا انه هذا الشيء ممكن يكون له مستقبل. فبالتالي احنا كان هدفنا انه احنا نشتري ونخلي المستقبل. ما كنا نعرف لا تكنيكال اناليسيس ولا فاندمنتال اناليسيس، ومجرد قريبنا المشروع واقتنعنا فيه كان كافي انه خلينا احنا نسوي هولد للبيتكوين. من الفتره هذيك انت اخوك اعتبرتوه كمشروع ولا اعتبرتوه كاستثمار على مدى البعيد؟ كاستثمار، احنا قرينا المشروع وايش فكره المشروع واستثمرنا في هذا المشروع. من ذاك الوقت؟ من هذاك الوقت نعم. طيب من 2013 ل 2017 الأزمة اللي صارت في 2017 بديتوا تتعلموا ولا بيعتوا ولا يعني مثلا في ناس عندك تخاف لما البيتكوين تنزل مع انه ما عندها فكرة الفترة هذه تعلمتوا التحليل؟ اتوقع النت يعلق. ايش قلت اخوي محمد؟ اقول الفترة 2013 لين 2017 انت عارف النزلة اللي صارت في 2017 للعملات؟ اي نعم. الفترة هذه بعته ولا زودته كمية؟ لا والله الفترة دي كان ارتكبت واحد من أكبر أخطاء حياتي. ما صراحة ما بعت عند القمة. ما تقدر تقول إنه خطأ. هو شوف أنا كنت في منطقة أو وصلت لكورنا في 2017، إذا أنت تبي تبيع أوكي حتسوي فلوس وهذا، لكن أنت في نفس الوقت الحمد لله ما أنت محتاجه وهدفك للموضوع هذا جدا بعيد، فليش تبغى تبيعها؟ إن فعلا كملنا البولرن فأنت إنسان يعني الحمد لله أمورك طيبة وربحان. إن ما كملنا البولرن ودخلنا في بير ماركت أنت ممكن تستزيد من العملات مرة ثانية. الفترة هذه عرفت إنه فصحت البولرن والبير ماركت عرفتوها الفترة هذه؟ تعمقتوا في المجال؟ أيوه فديك الفترة أيوه من 2000 بدأنا نعرف السايكلز، وما السايكلز تقريبا من 2015 من بعد عرفت. بس برضو ما قدرنا نسوي تايمينج لها مضبوط، يعني شوف حتى في 2017 ما قدرنا نخرج في القمة، ما قدرنا نخرج في قمة مضبوطة. يعني في 2017 يعني احنا في 2017 وصلنا لمرحلة اوكي تبغى تخرج 16000 17000 دولار امريكي اخرج ما في مشكلة. صح انت حتكون ربحان نوعا ما، بس هنا انت الحمد لله ما انت محتاج الفلوس فليش تطلعها؟ لا خليها. إن كمل البول رن فهو كذلك، إن ما كمل البول رن ودخلنا في ماركت برضو ما عندك مشكلة، وهذا الشيء ما راح يضرني،
خليها يعني. فهذا كان احد الاسباب الرئيسيه اللي ما خلاني ابيع في 2017. طيب تحويلك ال 10000 دولار ل 200000 دولار كان في اي سنه بالضبط؟ هذيك السنه كان ما خاب ظني كان في 2014 او 2015 اوه يعني اتوقع، بعد ما بدأت فهذيك بسنه يعني. ايوه بعد سنه. المواضيع كانوا مرتبطه مع بعض. ما خلتني الذاكره في هذيك الفتره. ليش؟ لانه في هذيك الفتره زي ما قلت لك كانت الراتب حق البعثه مقطوع عني، اي فاحنا بدانا موضوع بتبقى اي التعدين. دخل اهم شيء دخل. ايوه فبدانا موضوع التعدين ومشيت معانا الامور وكل حاجه. جات السنه اللي بعدها موعد سداد رسوم الجامعه، اي فاللي صار صراحه يمكن هذا الكلام اللي ما قلته لاحد، بس هذا اللي صار يعني. جاء موعد سداد رسوم الجامعه، وان شاء الله ابويا ما يشوف المقطع هذا. فكلمني ابويا وقال لي ترى انت خلاص رسوم الجامعه حقتك جات على ابواب وهذا، وترى انا برسل لك ال10000 دولار حقت الجامعه، كانت حقت ترم واحد. قلت له خلاص اوكي ما عندك مشكله، والله ارسل لي ال10000 دولار على اساس اني اسدد الجامعه. وفعلا وصلت الفلوس، وبعد ما وصلت الفلوس بيومين تقريبا كلمتني الجامعه وقالت لي ملحقيه، ردت لك الصف حق البعثه الحمد لله. الحمد لله بعد ما سددت رجعت يعني. ايوه لا ما سددت لسه، لسه بعد ما ما جاتني سددت. فلوس. ايوه ارسل لي الفلوس ابوي لحسابي انا، وصلت بعدها بيومين كلمتني الجامعه قالت لي ترى جاتك الفلوس حقت اتسددت الرسوم حقت الجامعه من الملحقيه ردت لك الراتب الحمد حقك. لله يعني فرجعت من والمبلغ اللي ايوه جابه الحمد لله. استثمرتوها يعني ولا رجعتها للوالد؟ ايوه فكان هذا المبلغ، هو لا البداية. فكان هذا المبلغ. قلت شوف المبلغ هذا اللي جاك الحمد لله انت ما عملت حسابه ايه ولا، ايوه هذه كانت البدايه الفعليه، انت ما عملت حساب المبلغ هذا وما وحتى يعني الوالد ارسل لي هو خلاص يعني هو من طيب خاطر طلع منه المبلغ، وانت ما تحتاجه فخلاص يعني always invest what you offer to lose، هذا القاعده تقول يعني استثمر اللي انت قادر على خسارته. فكان هذا فعلا اول مبلغ هو المبلغ اعتبره فعلا كبير دخلوه حطيته في البنك في الرقمي. الاستثمار. اي نعم. الباقي كان كله تعدين وما تعدين طقطقه وهذا، بس هذا كان اقدر اقول لك اول كان اكبر مبلغ لي بالنسبه لي في هذيك الفتره دخلته في العملات الرقميه. ما شاء الله. طيب يا دكتور سعد، التحليل الفني اي تفضل. متى بدأت التحليل الفني؟ اي وأي مدرسة تنهجها في التحليل الفني؟ والله شوف، هو التكنيكال اناليسيس بشكل عام عشان الناس عندها لبس كبير في الموضوع، التكنيكال اناليسيس انا مو اللي اسويه يعني، انا صح انه عندي خبره بسيطه في التكنيكال اناليسيس واستعمله لتوضيح بعض الرؤيه في الموضوع، لكن انا في القناه عندي او في القنوات عندي ماني شغال لحالي، وصعب اني اكون صراحه انا ادير قناه التليجرام والقناه حقت الصفقات وقناه صحيح. الدوره وقناه اليوتيوب لحالي. فعندنا تيم احنا تقريبا 5 اشخاص هم اللي يسووا تقريبا كل الشغل الله يعطيهم العافيه. انا ما مجرد شاء اني الله. ايش، ايوه انا مجرد اني ايش اضبط الحلقات مع بعض اي ويكون لي الفاينل كول او الفاينل ديسيشن انه هذا يطلع يسوي له ببلش او هذا ما يسوي له ببلش، فهم اللي بيقوموا كل الشغل. حتى في قناه الصفقات صراحه هم اللي شغالين عليها تماما. طيب ما شاء انا الله مجرد تمام. احيانا في بعض الصفقات احيانا افنطها يعني لاسباب معينه، قد تكون لاسباب ان انا اشوف انه هذا الشيء فيه شبهه شرعيه وانا اعرف انه هذا الشيء فيه شبهه شرعيه وهذا النوع من الصفات فيه شبهه شرعيه، فزي كذا اسوي لها فلتره يعني. هذه هي الفكره. طيب ما شاء الله دامك وصلت لجروب من 5 أشخاص ما شاء الله اي بديتوا استثمار محافظ ده لا لسه يعني كلها استثمار شخصي. هذا كله استثمار شخصي، لان المشكله اللي تواجهنا من ناحيه، انت قصدك اداره المحافظ صح؟ إدارة المحافظ كان لنا محاولة قبل عدة أشهر لكن المشكلة الموضوع عبارة ترخيص، والترخيص لازم يكون فيه ديبوزيت أو يكون فيه له ضمان مالي كبير، أيه. فما كان صراحة مستحق الموضوع يعني. وحتى أصلا كان منشأ الفكرة كان في الإمارات ما هو في السعودية، فشوي الأمور كانت معقدة علينا في الإمارات فوقفنا الفكرة. طيب تمام. دورات بديت بدورات بدايتك بعد التعديل؟ تمام. انا يعني اخذت دورات، اي اخذ دورات في المجال هذا يعني وش اللي تشوفه يعني فرق معاك ولا بدون دورات؟ اي والله انا ما اخذت دورات. السبب لو كان في دورات هذيك الفتره كنت اخذت دورات، بس السبب ما اخذت في دورات انه هذيك الفتره ما كان في احد متشبع في الموضوع يقدر يقدم الدورات، صحيح. فكان المحتوى مره قليل، ف
فاضطريت اني انا اسوي سيلف توت، يعني تعلمت هذه الاشياء كلها للاسف من خلال الاخطاء وحطيت فيها وقت. انا كنت اتمنى هذيك الفتره يكون في شخص ممكن يوفر علي المده الزمنيه هذه كلها والاخطاء اللي انا طحت فيها ويقول لي تفضل هذه دوره اتعلم فيها مثلا بعض الاساسيات، يتلخص لك الامور. بالضبط حتى بالضبط. كتاب للاسف معين؟ لا، كله يعني من الارتكلز اللي موجوده على الانترنت وكل حاجه. في البيتكوين ستاندرد برضو اونلاين بس ما خلصته كامل، وفي عده مقالات يعني كلها مقالات اونلاين، يعني ما كان في حاجه زي ما تقول اوفيشال او رسميه هي اشتغلت عليها. طيب، اكبر استثمار واكبر دخل جاك من البيتكوين والعملات البديله؟ كيف يعني اكبر استثمار؟ يعني تقريبا اكثر عائد من الاستثمار، الريتورن اون انفستمنت، كان من البيتكوين ولا الالت كوين؟ كان من البيتكوين او الالت كوين؟ بيتكوين. البيتكوين عشانك شاري من لسبب. زمان؟ لسبب الان انت بالضبط عشان النقطه دي. بالضبط بالضبط ايوه. طيب تمام، اشرح لنا اكثر عن مستقبل البيتكوين حاليا. هل لك توجه كامل في البيتكوين ولا نظرتك مع انك وصلت للمعرفه هذه تغيرت وصارت الالت كوين بالنسبه لك شيء مهم؟ شوف، هو كلها يعني جزء، الالت كوينز او الالت والبيتكوين كلها جزء لا يتجزا من منظومه واحده. من وجهه نظري الشخصيه بالوضع، هو البيتكوين اصلا سووه علشان هدف واحد، يكون بي تو بي بايمنت سيستم، يكون نظام مدفوعات من شخص الى شخص. حتى التايتل حق الوايت بيبر لو تشوفها هذا المكتوب فيها اول كم سطر. فالان لو تبي تفكر فيها، البيتكوين هو نظام مدفوعات من شخص الى شخص. انا حتى لو صاحب البقاله هنا عند البيت مثلا عنده محفظه بيتكوين، انا لما اجي بحول له البيتكوين الموضوع ما حيكون افيشنت او فعال بشكل كبير، لانه العموله لسه شويه عاليه، يحتاج وقت. يعني انا غير منطقي اني اقعد استنى مثلا مشتري بريالين خبز مثلا اقعد استنى لين لما يصير كونفرميشن في الشبكه. صحيح، يعني الموضوع صحيح. اصبح غير منطقي نوعا ما. فلكن هذا كله يعني عاجلا ام يعني لاحق الان او بعدين سونا او ليتا حينحل. كيف راح ينحل؟ مع تطور الشبكات. نفس الفكره زمان، يعني اول ما طلع البيتكوين كان ياخذ وقت اكثر من الوقت اللي ياخذه الان، وعموله اكثر من العموله، خصوصا مع زياده المستعملين في الشبكه. اللي حصل عندنا هارد فوركس، وحصل عندنا سوفت فوركس، وحصل عندنا شويه ابجريد في النتورك مع الوقت. حتى عندنا لايتنينج نتورك جايه، وعندك يعني التحديثات كثيره جايه في الشبكه. في النهايه حتوصلنا لهذا المنطق، قد يكون متاخر لكن باذن الله حنوصل لهذا المنطق. زي على سبيل المثال اول ما طلعت تقنيه الايميل، كان اول علشان انا ارسل لك تكست او نص في الايميل احتاج 10 دقائق. طوروا تقنيه الايميل، صار النص ترسل فوري، لكن لما ازود المعلومات وارسل صوره، الصوره راح تحتاج 10 دقائق. صحيح، طور بعد الموضوع نفس المدفوعات اللي بينحلوا مشكله. بالضبط. فهو عاجلا ام اجلا هو الموضوع هذا راح ينحل. فانت تقول لي طيب، اذا الهدف من البيتكوين الان هو نظام مدفوعات من شخص الى شخص، وهذا الهدف ما تحقق الان لكن راح يتحقق مستقبلا، الناس بتستعمل البيتكوين ليش الان؟ الناس بتستعمل البيتكوين لسببين رئيسيه حاليا. سبيكيوليشن، اللي هو يعني هم يؤمنوا بانه هذا الشيء الايمان بالله راح يكون شيء. بالضبط. والشيء الثاني كحفظ للثروات، يعني انت بنفسك تشوف الان مثلا الدولار الامريكي ما هو زي الدولار الامريكي قبل ازمه كورونا. اكيد بالضبط. فصارت ان انا اخلي فلوسي في ورق او في دولار او في عمله ورقيه يعني امر غير منطقي. بس باقي انهم يامنوا يعني مثلا قريب لمستوى الذهب عشان يصير الايمان نفسه يكون يعني ما بين الذهب والبيتكوين. بالضبط. بما انك جبت الموضوع هذا، في موضوع اللي هو الماركت كاب حق الذهب، هو الهدف يعني اللي يهدف فيه توقع تقريبا 8 مليار. اي بالضبط هذا هو 8 مليار تقريبا. فصانع السوق ايش هدفه؟ هدف صانع السوق انه مش خلال هذه الدوره لكن على الاقل الدوره الثانيه احنا نتعدى الماركت كاب حق الذهب. بعدين الدوره اللي بعدها ايوه التوتال. بعدين الدورة اللي بعدها نتعدى الماركت كاب حق الريل استيت او اللي هو النظام العقاري في العالم. علشان ندخل في حاجة اسمها هايبر بيتكوينيزيشن. الهايبر بيتكوينيزيشن او السوبر سايكل، هذه الناس اللي مؤمن تآمن فيها الان هذا شيء حديث صعب انه يصير الان.
لكن ممكن في المستقبل يكون عندنا هايبر بيتكوينزيشن. هايبر بيتكوينزيشن لو نبغى نعرفها بسطر واحد، هو لما الماركت كاب حق البيتكوين يتعدى الماركت كاب حق اكبر شيء موجود في العالم اللي هو الريل استيت. فحيصير اصلا البيتكوين صعب انك تقارنه بالعمله الورقيه، لان العمله الورقيه في هذاك الوقت، يعني انت قاعد تتكلم عن 10 15 سنه من الان، ما راح تكون بنفس القوه الحاليه. صحيح. فكلها مهمه. يعني عشان نلخص الموضوع، البيتكوين والالتكوين كلها مهمه. حاليا احنا نشوف تطورات جدا رهيبه في عالم الالتكوين، انه في بعض المرات تطلع مشاريع قويه لكنها ما تصير لاكثر من سنه. صحيح صحيح صحيح. اي زي اي مشروع مقابل انه ممكن يخسر او ينجح، ممكن يكون في عقبات، مشاكل قانونيه، مشاكل تراخيص وما الى ذلك، لكن تمويل. العمله الاولى اللي هي البيتكوين وبعدها الاثيريوم، تتوقع انه حيكون في بديل للاثيريوم، او انه الاثيريوم ممكن تستبدل مكان البيتكوين بعد كم سنه؟ شوف، هو هذا السؤال يزعل الناس كثير ممكن، بس انه الاثيريوم شبكة جدا قوية. يعني في ناس كثير تقول لك في حاجة اسمها إيثيريوم كيلرز أو قاتلة الإيثيريوم، العملات قاتلة الإيثيريوم، زي مثلا سولانا. في ناس تقول لك سولانا راح تسوي فليب على الإيثيريوم، أو كاردانو أو غيرها من العملات. صدقني هذه عملات حلوة ومشاريعها قوية، وسبب إنها سريعة إنه ما عليها كونجيشن أو تضخم في أو احتقان في الشبكة مثلا زي الإيثيريوم. بس في يوم من الأيام كاردانو او سولانا او غيرها من العملات راح تواجه نفس المشاكل اللي يواجهها الاثيريوم اليوم، من الجاز فيز والعمولات وما الى ذلك. صحيح. لكن ممكن الاثيريوم يتخطى المشاكل هذه. نعم، عشان كده احنا عندنا ايثيريوم 2.0 يعني. فان شاء الله مع الايثيريوم 2.0 حتنحل مشاكل كثيره مع البروف اوف ستيك ان شاء الله. عندنا الحين الصين، تاثير اخبار الصين على البيتكوين، هل تتوقع انها حتستمر مع انه البيتكوين لسه في مرحلة النضوج حاليا اللي هو 11 سنة، تتوقع بعد كم سنة حتتوقع انه الاخبار هذه حتأثر على بيتكوين مثل ما قاعد تأثر عليه حاليا؟ اخبار الصين واخبار اي دولة في العالم ما راح توقف، الاخبار السلبية ما راح توقف. اليوم الصين ممكن نقول لك سوينا بان، اتوقع قبل كم يوم كان الهند مسوين مشاكل من ناحية الريجوليشنز او التقنين حق المنصات، بكره حتكون الصين، بعده حتكون دول ثانية، ممكن نفس الدول. يعني الصين من يوم ما احنا دخلنا في البيتكوين الى اليوم وهي منزلة 50,000 قرار كل مرة، لكن السؤال ايوه، وكلها قرارات بس عشان الفد وعلشان تخويف المستثمرين. اصلا حتى انا اشك في صحة هذه القرارات، يعني هل هي فعلا قرارات رسمية ام مجرد اشاعات تنقلها الناس؟ فالاخبار السلبية ما راح توقف. الفكرة لو الصين أو أي حكومة في العالم لها رغبة إنها توقف هذا الشيء، كان ما راح يكون عندنا كوين بيس اليوم، ولا راح يكون عندنا باينانس اليوم، ولا راح يكون عندنا شيء. يعني غير منطق، الصين ما هي قادرة تروح لباينانس تسوي له شت داون. أكيد قادرين. أيه. الآن نشوف سي زي تبع باينانس. لكن تتوقع إنه بعض المرات الأخبار هذه تطلع عشان ممكن المستثمرين الصينيين يستفيدوا، إنه كل مرة تطلع في قمة عالية تنزل بعدها تطلع أخبار إيجابية من الصين، فتتوقع هي إنه أكيد نعم، هي الأكيد الأخبار هذه لها أجندة معينة ولها مستفيد أكبر. لكن توقعي أنا مع الوقت، كل ما زاد الوقت ومو كل ما قدمنا في الموضوع، صار تأثير هذه الأخبار أقل مما كان سابقا. إن شاء الله نطلع لعملات الميم وإيلون ماسك. أيوه. تتوقع ان العملات هذه يوم من الايام هي تتمنى ان اشوفها بوجهه نظري، اشوفها انها تتمنى ان يكون لها مشروع؟ تتوقع انه يوم من الايام حيكون لها مشروع مع انه في دعم ممكن من ايلون ماسك، من مشاهير مثل عمله دوتش وعمله شيبا؟ حاليا اتوقع ان عمله شيبا قاعد تروح كمان للان اف تي، للان اف تي والميتافورس كمان اتوقع سمعت ده. تتوقع العملات هذه حيكون لها مستقبل ولا بس تاخذ اسامي؟ وشوف، اي شيء في العالم ممكن تقوم عليه مشروع. يعني انا ممكن، واكبر مثال عندك كان قبل الشيبة الدوج. الدوج من العملات الرقميه اللي كانت اصلا يعني تستعمل بين المنصات كضحك، يعني بين حتى كانوا يستعملوها في المنتديات، انه مثلا انا والله استفدت منك حاجه، يعطيني عنوان الدوج حقك يسوي لك تيبنج او بخشيش. يعني اي بخشيش كده، نفس اللي يسوي ستريم ولا شيء هادي بالضبط، زي اللي يصير في تويتش وزي اللي يصير في الامور اللي زي كذا حق ستيك. فهذه فكرتها. الآن بعد ما صارت عليها الضجة الإعلامية قالوا لا،
جابوا الفريق المطور وكبروه وسووا لها مشروع وسووا لها فكره ووايت بيبر حتى ايلون ماسك انضم طوروا. لفريقهم اتوقع. بالضبط، حتى ايلون ماسك انضم لهم. نفس الشيء قاعد يصير، نفس المنهج قاعد يصير مع شيبا. ايش رايي انا في الدوج كوينز او في العملات الميم؟ اشوف عملات الميم كلها هي عملات اللي يقودها شيء واحد اللي هو الهايب. طول ما في هايب في السوق، كل ما في احد يسوي لها مثلا ترند يطلع في التيك توك ممكن ينفعها، ايلون ماسك بتغريده ممكن ينفعها. بس هذا استثمار قائم على ولا شيء، يعني ممكن يكون استثمار مره فراجايل يعني هش، فاي لحظه ممكن ينكسر. انه في ناس كثيره تسمع الاشياء هذه ايوه وتامن على بالضبط طول، يعني بالضبط المستثمرين الصغار اللي ايوه مو فاهم بالضبط في المجال تلاقيه على طول يبقى يدب بالضبط بسرعه. ايوه. شوف شبه بدات من فين؟ على حسب قرايه الموضوع، بدات كله من ترند كان في التيك توك، من هناك بدا موضوع الشبه. فكثير من الاشياء اللي زي كذا هي ماشيه بترند، هي ماشيه بهايب. يخلص الهايب يخلص الترند، ما في شيء راح يسوي لها فيول او راح يعبيها بنزين انها تمشي على قدام، فحد صحيح. حتنتهي او خلينا نقول تنزل الى اسعار يعني جدا منخفضه. بالرغم من ذلك انا عندي واحده ميم كوين ممكن محافظ تشاركنا عليها. ولا تحب تشاركنا فيه؟ ايوه ما عندك مشكله، ايوه ما هي مشكله. والسبب اني محافظ عليها اني مشتريها من عام 2016، 2016 او 2017. يعني كانت ميم في كان من في ذاك واحد، الوقت، كانت هي ميم من زمان، من هي من زمان. زمان، بس كان في واحد ايوه كان في واحد من الزملاء كوري قال لي شوف هذه العمله اذا وصلت 1 سنت انا حصير ملياردير. قلت له ايش هي العمله؟ قال لي هذه. قلت له خلاص انا بشتري زيك وانا ما اعرف عنها اي شيء. هي بناء الدوج على كوين. توصية دخلت على توصيته. ايوه، وهي كانت الدوج كوين صراحه. الدوج كوين من عام 2016 17 اشتريتها، وكانت ما تسوى شيء وقعدت ما تسوى شيء لين مؤخرا إلين ما لما إيلون دخل ماسك فيها اهتم ايلون فيها ماسك. يعني وصار عليها بالضبط هاي. بالضبط. بعدين اشوف طالع يقول يا ولد والله يعني مو هين الموضوع يعني، يعني والحمد لله. مبلغ معين سيبته ونسيته وطلع على شيء صار ايوه، حقيقي يعني. وكان مبلغ مره بسيط يعني، كان مبلغ جدا جدا بسيط. فالحمد لله زي ما تقول يعني كان ما هو فن ولا احتراف ولا شيء، وتوفيق هاي من الله بس، لا اكثر ولا اقل. الحمد ومخليها لله. والله للان يعني. العملات هذه تتوقع الماركت كاب حيفرق معاها؟ يعني مثلا ماركت كاب من 100 مليون ل 300 مليون، في بعض الناس تتوقع انه هذا ممكن يصير 3 اضعاف، فالشيء ده انت تشوفه صح؟ ومع الشيء ممكن هذا صحيح، بس يعتمد، ممكن صحيح اذا كانت كل العوامل الاخرى في المعادله ثابته. في هذه الحاله لو تحرك الماركت كاب من 100 مليون مثلا ل 300 مليون يكون عندنا 3 اكس. لكن اغلب العملات الان متجهه لموضوع الحرق. ف أيه. ايوه فيكون عندك في ضخ سيوله او ضخ عملات في السوق، سحب عملات من السوق. اتوقع الشبا هي اللي فيها حرق، اتوقع شبا فيها حرق ما حاليا كنت هي متوقعه. تقريبا حول المليار بيحرقوا. اي نعم، فصعب كده تحدد اذا تحرك الماركت كاب الا اذا انت عندك نسب الحرق بالضبط. غير كده في بعض العملات الميم الان منتجه الموضوع اللي هو التاكس او الكاش باك، بحيث انه انت كمستثمر لو بعت عملتنا ناخذها ونقسمها على باقي الهودلرز اللي موجودين. اكثر العملات ففي هذه تصير في عوامل كثير. المنصات اللامركزيه زي يوني سواب والبنك سواب. بالضبط بالضبط اي بالضبط. زي كانت في عمله انشهرت قبل فتره تتبع نظام الكاش باك او الكيك باك، هذا اللي هو التاكس اللي هو سيف مون. سيف مون قد دخلتها من سيف زمان مون يعني اكثر اسمه، ما سيف مون انتشرت. هي اي سيف مون من المشاريع اللي دخلتها من زمان، وكمان هي نفس سيف الشيء مون كاش باك انتشرت كان قبل فيها، كان فتره فيها كبيره، كثير. وفيها نظام التاكس باك هذا او اي نظام الكيك باك. طيب حاليا في الوقت الراهن يعني من معرفتك ايوه هذه افضل عملة لك وممكن تشوفها وتستثمرها مع كل ديب وش هي؟ عملة بديلة أو لا هي عملة البيتكوين بديلة خلاص، كده؟ البيتكوين يعني انت مستثمر فيه أيوة من اول ومستمر فيه، لكن العملات البديلة يعني أيوة ممكن عملة واحدة حتشوفها ممكن ما اقول لك انها تستبدل البيتكوين لكن قوية بقوة الاثيريوم وشايف لها انه مستقبل وانت مستثمر فيها حاليا. غير البيتكوين والإيثيريوم، حتى الإيثيريوم خارج الليستة. اي غير البيتكوين والاثيريوم انه هذول الاثنين خلاص ما هم أيوة واجدة. والله شوف سؤال صعب جدا، لانه كل العملات يعني كل عمله فيها شيء يميزها.
يمكن اكثر عمله انا ركزت فيها الفتره الماضيه، بس هذا ما يعني ان هي العمله المفضله عندي رقم واحد غير لا لكن تركيزك كان عليها. ايوه عشان اكون معك صريح ومع المتابعين صريح، اكثر عمله ركزت عليها الفتره الماضيه وكنت اشتري فيها فعلا مع كل دب كانت عمله كيسيس. كيسيس اي لأي نعم سبب؟ اي نعم. كيسيس انا اشوف مشروعها هي منصه، ايوه اي أيوة طبعا، هي منصه لعمله كوكوين، عفوا هي عمله لمنصه كوكوين. زي ما احنا عارفين احنا نربط نجاح عملات المنصات بنجاح المنصات نفسها. في يوم من الايام وفتره جدا قريبه كانت بي ان بي ب 12 دولار، يعني قبل كم شهر ما هي فتره بعيده، الان البي ان بي تقريبا بمئات الدولارات. نجاح عمله المنصه مرتبط بنجاح المنصه نفسها. حلاوه عملات المنصات لو السوق ارتفع معناته في مستثمرين كثيرين راح يدخلوا السوق جدد. عن هذول طريق المستثمرين المنصة. الجدد عن طريق المنصات، فاكيد حيصير في انتعاش في المنصات، ونجاح المنصات مرتبط بنجاح العملات نفسها. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، لو دخلنا في بير ماركت برضو الناس ما راح توقف تداول، صحيح. فايضا الشغل على المنصه راح يعني يعزز العمله حقت المنصه. غير كذا انا لما اشتري في عمله منصه انا قاعد كاني نوعا ما، مع انه هذا التعبير غير صحيح تقنيا اني اقوله، لكن كاني مشتري انا اسهم في المنصه. فهي تقريبا فكره مشابهه زي اللي اشترى مثلا اسهم في ابل في الزمانات، هذه هي الفكره العناد اللي وزي بعدين. ايوه وبعدين لا ننسى انه كي سي اس الان قاعدين يسووا شغالين على تشين خاص فيهم سمارت تشين، زي باينانس الان تعرف في الباينانس سمارت تشين، هاي فصارت مش مجرد عمله صارت ايضا شبكه. فكي سي اس شغالين على نفس الشيء كوكوين سمارت تشين، وفيها حرق وفيها مميزات كثيره. كوكوين ونفسها عندك منصة ثانية جيت اي تتوقع نفس جيت الترتيب اي او، اي مشكله جيت اي او شويه ملاحظات عليها، يعني من ناحيه انها تسوي لك ليستنج لاي حاجه، من ناحيه التقنين برضو عليها ملاحظات. ف يعني اكثر انا ايش العملات سويت؟ انا الميم رحت لباينانس، رحت لكوين ماركت كاب، اي اكثر العملات الميم تبدأ في تنزل في جيت اي او. المنصتين هذول. صحيح صحيح صحيح، وخصوصا في جيت اي او، بس هذا يخوفني من ناحيه انه انا بكره اخاف انه هذه المنصه تخسر سمعتها، صحيح. فاهم علي كيف؟ فعلشان كذا انا ما تعمقت فيها، قد يكون فيها شيء كويس بس انا لهذا السبب ما تعمقت فيها، لقيت بديل احسن في الكوكون، ولهذا السبب دخلت الكوكون. طيب صحيح، هذه منصات مركزية. نروح للمنصات اللا مركزية، وش العملة اللي تشوفها ما يعني نجحت نجحت، وإذا ما نجحت ما خلاص مخاطرة كانت، فتكون أكثر العملات هذه دائما تكون في المنصات اللا مركزية. نعم يوني سواب، بنك سواب، وش العملة تشوفها ممكن يعني تضرب ضرب، إن ما ضربت خير وبركة. ما عندي والله عملة زي كذا، العملات الخطيرة اللي هذه ما تخش فيها لا ما في شيء صراحة. يعني يعني إذا العملة في البورتفوليو حقي لازم يكون لها هدف سعري، وهدف أي. سعري مدروس. غير كذا إذا ما لها هدف سعري وهدف سعري مدروس ما أحط في أي شيء. طب استثمارك يكون على الفترات المعينة، على كم فترة تقريبا؟ سنة سنتين؟ ليه ما تكون الاستثمار، ايوه الاستثمار انا ما ابني على مدرسه زمنيه، عفوا ما ابني على فتره زمنيه، ولكن ابني على هدف سعري. هدف سعري؟ ليش ما ابني على فتره زمنيه؟ ايوه ليش ما ابني على هدف زمني؟ لانه انا ممكن اقول خلاص انا بستثمر لمده سنه، بس انت خلال سنه ممكن انت اوريدي دخلت في سايكل جديد، هذا السايكل اوريدي انت دخلت في الفيس او في مرحله البير، ف بعد سنه راح تكون السوق كله طايح، فما هو دقيق صحيح. مره انه يكون عندي هدف زمني، افضل انه يكون هدفي سعر. طيب الخروج المثالي من العملات هذه متى تشوفه؟ بعد اول تدبيله، بعد ما تطلع راس مالك، متى تشوف الخروج المناسب بالنسبه لك؟ على حسب انت مستثمر ولا متداول؟ اذا كنت كمستثمر. متداول اوكي، اذا كنت مستثمر سؤال صعب، على حسب انت ايش هدفك؟ كل مثلا واحد له اهدافه. انا شخصيا هدفي صراحه مره كبير، يعني شوف انا هدفي ما خلاني اخرج في السايكل الماضيه، لانه حتى لو خرجت في السايكل الماضي ما راح اوصل لهدفي، لكن هدفي يحمسني اني حخرج في السايكل هذا ب 75% على الاقل من البورتفوليو حقي. السايكل القادم ولا نفس السايكل هذا اللي احنا ماشيين فيه؟ هذا اللي احنا ماشيين فيها حاليا بتاخذ 75%. ان شاء الله تعالى.
طيب الخروج هذا يكون خلاص فترة راحة بعدها فترة نقاهة يعني، ولا بعدها حتدخل ثاني ترجع؟ لا ان شاء الله احنا اول ما نبدا بي ماركت اي راح ابدا اسوي يعني شورتنج للميم كوينز وشورتنج لان انت لازم تعمل وانت الشورتنج طالع انت كمضاربة عارف انت تتوقع. نازل تحت. اي اي فاكيد يعني هذه الاشياء خلال البي ماركت حتكون أسوأ برفورمنس هي بالنسبه للعملات اللي هي الميم كوينز يعني. صحيح. فاحنا نازلين ايوه حاخذها كلها شورت ان شاء الله باذن الله طبعا بطريقه مدروسه بحيث انك تسوي فلوس حتى وانت نازل وتستغل البير ماركت بالدخول مره ثانيه يا بالكاش اللي انت كيشته 75% او بكاش فريش جديد يعني. فما في صحيح. راحه في سوق العملات الرقميه يعني. اكيد اكيد، انا خصوصا انا احب الذهب، انا مضارب الذهب، فاكثر شيء اسويه ما شاء اللي الله هو الشورت. يعني احب اي انسان اسمه جيسي ليفرمور، اللي هو كان يحب الانسان يحب البيع المكشوف، فهمت؟ نعم فالشورت في العملات حتشوفها بس في الميم ولا بس في العملات الكبيره كمان تناسب؟ غالبا الاضمن لي انه حيكون في الميم لانه هي حتكون أسوأ العملات بيرفورمنس. صحيح. أسوأ العملات بيرفورمنس حتكون الميم فغالبا هي هذه لان تعب موضوع الشورت واللونج حساس شويه فما اي يعني اكتفي بالميم يعني اذا انا سويت كويس في الميم شورتنج الميم كوينز فالوضع ان شاء الله تمام ان شاء الله تمام. الحمد لله مبسوط عليه ما عندي مشكله في باقي العملات. الحمد لله. منصة بايناس دائما في اشكالية في تقريبا الايداع والسحب، نعم وافضل طريقة اللي هي بي تو بي تشوفها هتستمر معانا، ولا نعم حيكون في مثلا أب... انه ممنوع التحويل، انت عارف المنصات هذه، فحتشوف ان ايوه هو ممكن شوف الشيء ده حيفيدنا مستقبلا، حيستمر معانا. انا عشان اكون معك صريح مع المشاهدين يعني من خلال دراستي لا يوجد نص يمنع التداول بالعملات الرقميه قانونا. اللي يحصل من بعض البنوك البعض وليس الكل وهذا يثبت كلام زياده انه بعض البنوك توقف الحوالات بس هذا قرار مؤسسي ما له علاقه بالنص القانوني على الاطلاق. هي صحيح البريفرنس تبع البنك انه ما يمشي الحوالات صحيح. لاي سبب من الاسباب البريفرنس بالنسبه لل هو قانونا من وجهه نظري انا الشخصيه لا يوجد نص يمنع التداول بالعملات الرقميه. مجرد انه بنك معين يوقف حواله او يمشي حواله هذا امر مؤسسي داخل البنك نفسه، هذا قرار لهم هم. واللي يثبت كلامي انه في بنوك حتتعامل لك مع منصه، انا ما راح اذكر اسم المنصه، لكن في بنوك راح ترسل وتستقبل لها منصه معينه، بنوك ثانيه لا، وكلهم تحت مظله مصرف مركزي واحد اللي هو المصرف السعودي المركزي. صحيح. فباي منطق انه تقول لي ان الموضوع ممنوع؟ ما هو الموضوع هو من وجهه نظري انا الشخصيه واذا غلطان راح تصحح لي، الموضوع ما هو ممنوع لكن هو مجرد بريفرنس، كل بنك له الطريقه اللي يفكر فيها والقرار اللي يفكر فيه، في بنك ممكن يقول لا خوف من خلينا نقول انت الاستثمار. عندك ممكن لاسباب معينه، ممكن انا مثلا عندي خلينا نقول سوبر ماركت، انا ما ابغى ابيع فيها شوكولاته. حلو. لسبب انه مثلا اقول لك والله فيها الكالوريز فيها عالي ما ابغى ابيع فيها شوكولاته. ما حد حيقول له لا غصبا عنك تبيع او ما حد يقول له غصبا عنك تتداول فيها، فهو القرار ما جاء. صح. حاليا شفت في بلومبرج كان في مقابله مع سي زي تبع بينانس الفتره الاخيره وحاليا قاعدين يسووا هيد كوارترز، واحده من الاماكن اللي يدرس فيها الهيد كوارترز هي الامارات العربيه المتحده. وجود هيد كوارتر في منطقه زي كذا يسهل، ما حيكون عندك مشاكل زي اسمه البنك ما راضي يستقبل او البنك ما راضي يستقبل. فهي مساله وقت ايوه، فهي مساله وقت حتى ينتشر الموضوع في المكان كامل. والبنوك يعني هي ما عندها الا حل واحد انها تقبل الموضوع هذا. لانه هو البنك خلينا نقول البنك الف لما يشوف البنك باء جذب المستثمرين بانه يقبل يرسل ويحول الحوالات من الى حوالات. اقساط صحيح. حيضطر انه يجاري الموضوع. صحيح. فاسهل واشهر طريقه تقريبا هي البي تو بي. إلى الآن هي أفضل طريقة هي افضل مناسبة. طريقه واسرع طريقه صراحه، وباينانس ما شاء الله يعني مظبطين موضوع البي تو بي يعني بدرجه عاليه. صحيح. الشبهات اللي طلعت قبل فترة على التيثر، على عملة اليو اس دي تي، هتشوفها هتستمر؟ إنه ممكن يقولوا إنه عندهم سيولة، وما السيولة دي ما هي نعم موجودة في السوق، فهمت علي؟ نعم المشكلة دي هتستمر، التيذر الناس هتخاف. ترى هذه ترى التيذر هذه مشكلة موجودة من 2017
ما هو شيء جديد بالنسبة وتروح، لا لا وتروح وتجي، انه موضوع انه هم قاعدين يسووا سيوله زايده، هل السيوله حقتهم فعلا مغطيه ولا ما هي مغطيه؟ فموضوع التذر او الستيبل كوين، خصوصا التذر، لانه هو اول شيء طلع هو التذر من 2017، تروح وتجي. للاسف معلومات زي كذا ما حد يقدر، يعني حتى لو تشوفها انت لو تقرا في الارتكلز وهذا اونلاين، في ناس مع وناس ضد، ما حد حيعطيك عقاد نافعه وما حد صحيح. لا لا حيعطيك لا، يعني. يمكن من ناحية الراحة تحاول تبعد عنها، تروح للبي يو اس دي، اي نعم نعم هذا أفضل يعني من ناحية. لا انا، لا انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي احاول ابدا ما اخلي اي حاجه يو اس دي تي. يعني طيب بالنسبه لي، يا انه انا فلوسي في استثمار في عمله رقميه، او لو باكيشها احولها لريال سعودي او ليورو على حسب حساب البنك الموجود خارج المملكه او داخل. لكن بعدت عنها عشان لو صار لا سمح الله شيء، فانت اصلا ما انت موجود فيها، بالضبط مختار شيء ثاني. بالضبط بالضبط. يعني اذا كان عندي مبلغ بسيط، يعني كم، يعني 1000 2000 3000 دولار، المبالغ البسيطه يعني كم 1000 دولار ممكن اخليها كذا، لكن المبالغ الكبيره افضل يا انها تقعد في الاستثمار نفسه او تطلع على حساب البنك. طيب حلو. آخر سؤالين، أخذنا من وقتك كثير، خذ راحتك. لا الله يعطيك ابدا ألف عافية بالعكس. حبيبي. وش نصيحتك للتو داخل؟ يعني في أول ما واحد يدخل ما يعرف معنى تحليل، ما يعرف معنى شيء، أول شيء دائما اللي يشوفه التوصيات، فيا حد خصوصا جروبات مدفوعة، جروبات لا هذه. لا وش لا نصيحتك للإنسان اللي يخش على طول يقول لك لا الجروب المجاني ده، لا أروح جروب مدفوع ممكن يكون أفضل، عشان ليش جروب مدفوع حيتعب الرجال والناس على الجروب يمكن قاعد يتعبوا، فايش نصيحتك للانسان اللي مبتدئ في المجال؟ هذا الكلام انا اقوله حتى للناس اللي تيجي تكلمنا عن خاص، واقول له احنا بندخل مثلا قناه صفقات او قناه هي الصفقات تكون او كذا. اجابه عامه خلاص، انه كثيرين حتى السؤال ده يجيني، كثيرين يسالوا السؤال ده. ايوه، فحتى لما انا اجي ارسل لك مثلا معلومات، في شيء واضح او كذا في اول كم سطر، اللي هو يعبر عن وجهه نظري الشخصيه. وجهه نظري الشخصيه، المبتدئ يبتعد تمام البعد عن موضوع التداول، ولا يلمس التداول لا من قريب ولا من بعيد، لا مدفوع ولا مجاني ولا اي حاجه. صحيح. المبتدئ يفكر وهمه وتركيزه انه كيف يدرس اساسيات السوق، كيف يتعلم مع المنصات، كيف يبيع، كيف يشتري، وكيف يسوي هذا، كيف يسوي تخزين للعملات. بعد ما يخزن وربحان ومنتهي وخلاص واموره طيبه الحمد لله، وحاب يجرب التداول، ممكن يجرب ب1% حتى من راس المال. هذه لان المشكلة التخزين الإشكالية، من وجه اي اي انه الناس ايش لما تخش ما تعرف معنى 1%، تخش مثلا براس مالها كامل. لا 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 غلط غلط. في ناس، ازيدك كمان من الشعبيات، في ناس يدخل براس كامل، براس ماله كامل في التداول، وفي ناس يدخل براس ماله كامل في صفقه واحده، ممكن اي توصل وقت خساره. هذه المشكلة. فعلشان كذا، اي فعلشان كذا لازم الواحد كمبتدئ يبتعد تماما بعد عن التداول، لانه هو بيخزن مع الوقت في طريقه، وهو قاعد يخزن راح تتضح له، راح يعرف يعني ايش وقف خساره، ليش وقف خساره، ليش تداول، ايش هو التداول، ايش هو التخزين، ايش الفرق بينهم، تتضح له مفاهيم كثير هو ممكن يتفاداها لو راح على طول للتداول. صحيح. الفترة هذه ما شاء الله عليك قاعد تنزل فيديوهات كثيرة في اليوتيوب، وإن شاء الله تستمر عليها، اي يعني نحب الفيديوهات اي هذه. حبيبي. وش هدفك للقناة دامك رجعت للرجعة هذه؟ وش هدفك؟ وين تبغى توصل؟ والله بيني وبينك، وشوف القناة الجراف حقها ما كنت مرتاح للفترة الماضية، فحبيت انه بس مجرد انه يكون في جروث اكبر. سبب الجروث او النمو الاكبر في القناه، انه انا احتاج، مش انا احتاج بس انا ودي انه يكون في اويرنس عالي او توعيه عاليه بخصوص البيتكوين والعملات الرقميه بشكل عام في المنطقه العربيه عامه وفي السعوديه خاصه. صحيح. ليش؟ انا يحزنني لما افتح التلفزيون او لما اجي اتكلم مع واحد يقول لي البيتكوين يستعمل في المخدرات. هذا المفروض انت، مبدا أو في هذا غسيل المفروض انك انت الأموال أو منه، في أشياء او ثانية. في غسيل الاموال، او في يعني شيء، يعني اول شيء شيء يحزنني، ثاني شيء شيء يؤثر علي انا شخصيا، صحيح. ويؤثر على كل واحد يمتلك عمله رقميه. صحيح. يعني فاهم علي كيف؟ يعني اذكر واحد من الشباب من غير ذكر اسماء، حكى لي قصه كذا صارت معه. قال والله رحت اخطب واحده، جاء ابوها سالني ايش تشتغل، ما ايش تشتغل، وشرحت له وقال لي والله يسعد من طيب نيه مني ان انا كبيت العشاء كامل. فقلت له انه كمان بجانب وظيفتي انا اشتغل في العملات الرقميه. ايش قال له؟ قال لي يا ولدي ايش تبغى في العملات الرقميه؟ هذه غسيل اموال ومخدرات ومش عارف. فالشاهد من الموضوع ان التوعيه عندنا جدا سيئه
في العالم العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص. صحيح، اتوقع هذه مشكله بالنسبه اللي موجوده عندنا، لكن عندك كل محلل يبقى يثبت وجهه نظره انه هي صحيحه، فما في يعني مثلا تجمع للمحللين انه مثلا يا مبتدئ لا تبدا كذا، ابدا صح، فكل واحد بينشر فكر مختلف عن الثاني. اتفق معك، صحيح. وش اللي تشوف مناسب يعني ممكن نوصل له لحل؟ ما هو هذا الحل، هو بزيادة التوعية. انت كيف ممكن توصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس؟ عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي أكبر قناة ممكن عن طريقها توصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس، وهذا أيضا متعلق بإجابة السؤال الماضي. سبب يعني نشاطي الأكبر مما سبق في السوشيال ميديا وفي اليوتيوب حاليا، إني أحاول أوصل لشريحة لما أوصلها أنا أقدر أو يعني أعطيها التوعية. إحنا بكرة لما البيتكوين يوصل 100,000 راح تلاقيه في MBC على طول، راح تلاقيه في أغلب المحطات العالمية. لكن الهدف إنه لما يكون في أغلب المحطات العالمية الناس تعرف هي قاعدة تتكلم عن إيش، إيش بالضبط. ما يجي واحد يقول لك بيتكوين 100,000 غسيل أموال. صحيح، هذه الفكرة من البودكاست أساساً. أيوه، هذا اللي زعلني ويأثر علي أنا شخصياً. يعني أنا شخصياً لما كمان أمشي يعني، وحتى يعني المنفعة مش بس يعني أنا زي ما أبغى غيري يستفيد، أنا بستفيد. المنفعة لي أنا كمان شخصياً. كيف شخصياً؟ أنا لما أمشي مثلاً أروح في المستشفى أو هذا أو في أي مكان، يجي يقول هذا والله جاي اليوم بالسيارة الفلانية، هذا غسيل أموال. ايه على طول الفكر بناء على افكارهم خلاص زي كذا متعلقه فيها. بالضبط، صحيح. اخر بالزبط. سؤال دكتور سعد، نصيحتك للجديد في السوق خصوصا في المجال ده، في بعض الناس يعني تتلخبط ما بين الاسهم والفوركس والكريبتو. نعم. والناس تدور اسرع طريقه انه يا يدبل فلوسه او يحقق ربح، فاخر نصيحه توجهها لنا؟ والله وجهة نظري ابتعد، إذا أنت مبتدئ واحد تبتعد عن التداول، اثنين تركز على التخزين، ثلاثة تفهم المبادئ الأساسية أو التيرمز أو خلينا نقول اللي هي المصطلحات الأساسية في عالم العملات الرقمية وكيف تنفذها. يعني تعرف إيش يعني التداول وإيش يعني التخزين، وأنا كيف أسوي هذا وكيف أسوي هذا وكيف أبتعد عن هذا وأقرب من هذا. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، أتعلم عن المنصات. يعني أنا ضروري كل ما تعلمت عن المنصة بشكل أكبر واستعملت أدواتها بشكل أكبر، صحيح، كل ما أنا أتمكنت فيها. ثالث نقطة وأهم نقطة، أبداً لا تهمل الناحية النظرية أو الناحية العلمية من موضوع البلوكتشين. البلوكتشين مش بس عملات يطلع منها فلوس وخلاص. البلوكتشين أحد استعمالاتها أو أحد الأدوات أو التولز اللي فيها هي العملات الرقمية، وهي مو كلها عملات رقمية. البلوكتشين تقنية أكبر من كده بكثير، وبكرة راح يكون في كل حكومة زي ما الآن الحكومات تستعمل إنترنت راح تستعمل البلوكتشين. فمهم جدا تطلع على الجانب التقني أو الجانب النظري خلف هذه التقنية، يعني مش بس تركز على العملة الرقمية وتداول وبيع وشراء والأمور هذه. ويبعد عن التوصيات. أنا بالنسبة لي أشوف يبعد عن التوصيات، يعني بالزبط. بالزبط. يعتمد على نفسه أكيد. خصوصا في التحليل والأشياء هذه يعتمد إنه يبني فكره بنفسه ويأخذ قراراته بنفسه. هذا كمبتدئ ابتعد عن التداول تماما، سواء كانت توصيات مدفوعة توصيات مجانية تماما. هذا الشيء قفل عليه الباب وخليه، ما هو وقته. التعلم الاستثمار في النفس، الاستثمار في النفس هذا أول شيء. حتى على 6 شهور سنة تعليم، يعني من وجهة نظري أشوف إنه واحد يبدأ في مدارس التحليل، كل مدرسة يخش لها فترة إلين نشوف المدرسة المناسبة له ويشوف التحليل. والتحليل طبعا التحليل زي المدرب يمديك تطبقه في كل، سواء في الكريبتو في الفوركس في الاسهم، يطبق على كل شيء. لكن الواحد صحيح. لازم يفهم هو ايش قاعد يسوي. صحيح، هذا اكبر شيء اقول للمبتدئ، اهم شيء. صحيح صحيح. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، شكرا لله. وبعدين شكرا لكم، واستمتعنا معك اليوم. الله يكرمك يا حبيبي، وبالعكس انا سعيد اني تواجدت معاكم، وفرصة سعيدة اني تعرفت على شخصية ما شاء الله طيبة وشخصية ما شاء الله فاهمة زيك. وابدا اكسبتك اليوم، اتعلم منك تلاميذك حبيبي. الله يكرمك، الله يكرمك حبيبي. وبكده عزيزي المستمع والمشاهد وصلنا لنهاية الحلقة، واذا استفدتوا لك شيء بسيط اتمنى انك تنشر الحلقة، ونشوفكم على خير باذن الله مع ضيف جديد. السلام عليكم.